ودود الزعاف ابن بوشتة من مواليد مدينة القنيطرة. عشت في مدينة القنيطرة في نهاية الستينات وبداية السبعينات إلى غاية الثمانينات، وبعدين غادرت إلى سويسرا للدراسة ولعبة كرة القدم. عشت في سويسرا 35 سنة، تكونت فيها دراسيا في المدرسة في الكلية، ثم لعبت كرة القدم وتكونت في نطاق التدريب والمانجمنت الرياضي وخاصة لكرة القدم. فلهذا بعد 35 سنة رجعت للمدينة الأم ألا وهي القنيطرة، وحاولت نستثمر في واحد استثمار لم يكونش في حد ذاته تجاري بس، لكن يكون تجاري ثقافي وفني في نفس الوقت. Bonjour, je suis Madame Lydie Jansens, attachée de presse au Maroc depuis 2011. Et en ce moment, par rapport à la situation de la Covid, c'est très difficile au niveau événementiel parce qu'on est restreint au niveau du quota journaliste. Même si, comme vous l'avez constaté, nous respectons les normes, nous respectons toutes les règles sanitaires. Donc il y a la distanciation sociale qui se fait. On peut inviter plus de personnes, mais on nous restreint toujours au quota de 10 personnes maximum lors des événements. C'est vraiment, vraiment très dur. De rien. عملتها للعشاق المغاربة الفنانين، وأقولها وأفتخر بها، أي مغربي عنده واحد النوعية من الفن في الدم دياله. المغاربة كاملين فنانة وعشاقة وذواقة، وكل كيمشي على قياس برادو كيف ما كنقولوا. هذا المكان هذا درته لكل، يعني للشباب من 17 سنة حتى 90 سنة، أي واحد يلقى راحته فيه. ماشي يقول لي هذيك ديال لي جون، هذا لا ديال لي زاجي، هذا ديال لي ميداج، نو. كل اي مغربي فنان وكيبغي الفن الراقي والرائع مرحبا به. حنا يعني عملت هاد كما قلت لك لكل كل بور تو لي زاج، فوالا لي بور تو لي زاج. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.